مهلاً، من هذه الحسناء التي أراها؟ أوه، هذه أنا. ما كل هذه الفوضى؟ لمن هذه الأرجل السمينة؟ هل أنت متأكدة من رغبتك في تناول هذه يا إيما؟ لما لا تحرقين هذه السعرات الحرارية؟ هاي، توقفي عن السخرية مني. مرحبا إيما، هل أنت حمية غذائية؟ أجل، خذي. واو، حمية غذائية جادة في عملها. أعتقد أنه من الأفضل الإصغاء إليها. حان وقت التمارين، هيا. سأدرب عضلاتي للإحماء. وواحد، واثنان. يا إلهي، السكوات صعبة. أوف. سأنتقل للتمارين الأرضية. واحد واثنان. أشعر بدهوني تحترق. ثلاثة. أعتقد أن هذا ما يمكنني فعله. سأنتقل إلى مستوى أعلى. وتمرين البلانك. سأبقى مرتفعة هكذا. هيا. تسع ثوان. كأنها 60 ثانية. أحتاج الاستراحة. أراهن أني حرقت 10 كيلوغرامات من وزني. أوه، فعلاً؟ لحظة الكشف عن الحقيقة. 54. ليس سيئاً، سنرى. مهلاً، ماذا يحدث؟ 68. ازداد وزني أكثر من 10 كيلوغرامات. حان وقت المزيد من التمارين يا إيما. هذا ظلم بين. يكون الموعد الأول محرجاً أحياناً، خاصة إن كنت لا تخرج كثيراً لتناول الطعام. يبدو هذا الشيء جيداً. يا لها من لفافة غريبة. تبدو شهية. ها؟ استخدمتها لمسح اليدين؟ طعمها كالصابون. هل أنت بخير؟ يداي نظيفتان. أليس هذا مكانا راقيا؟ أو حان وقت الشاي. انظروا كيف تضع خنصرها. هيا بنا. حقا مذاقه أفضل هكذا. جاء السوشي. أعرف جيدا أن هذه اللفائف للأكل. هل هذا ما نفعله بهذه القطعة؟ يوجد عيدان طعام فاخرة. وأنا بالكاد أستطيع استخدام الشوكة. ربما علي المحاولة. كيف تتمكنين من الإمساك بها؟ حسناً، أوشكت على فعلها. هيا، سأنجح. علي فقط استخدام الزاوية المناسبة. كيف تتمكن من فعل هذا؟ هذا محرج. أتعلمون شيئاً؟ سأفعل ذلك بطريقتي. أوه، لما هذا صعب هكذا؟ أوه، أعتقد أني انتهيت. أين طبقك؟ هل أنهيت طعامك؟ حسناً. هل أنت الشخص المحظوظ الذي التقط طبقي؟ ها؟ أو تباً، يستحيل أن أظهر وجهي هنا ثانية. يبدو هذا مذهلاً. أتساءل كم من الوقت سأحتاج لتناول هذا. أجل، هذا هو الكلام. هذه الخيوط شهية وطويلة أيضاً.
سينتهي هذا الشيء عند نقطة ما، أليس كذلك؟ واو، انظروا إلى هذا الشيء، إنه يسير، وقد أرى بعض المعالم الشهيرة أثناء الأكل. أجل، أحب هذه الأغنية. هل يمكنني التوقف؟ ما الذي أفعله في منزل هذه العجوز؟ هل كنت آكل من البلوزة التي تحيكها؟ عذراً أمي، هذا الشيء يشبه المعكرونة إلى حد كبير. شباب هذه الأيام، ده محرج جداً. لا يكتمل الصباح بدون كوب قهوة ساخن بكوبك المفضل، صح أوليفيا؟ حسناً، أخيراً سأكتب البحث الذي أجلته خلال الأسبوع. أجل، مستعدة بالتأكيد للكوب الثاني. نعم، هذا مفيد. كلمة أخرى بدل غزير. أوليفيا، أوليفيا، هذه كمية غزيرة من فناجين القهوة تشربينها. هل سمعت عن إعادة الاستخدام؟ حسناً، أحتاج كوب قهوة آخر. أين ذهبت كل فناجيني؟ حسناً، اعترفي. لنرى ما نتعامل معه هنا. واو، يبدو أن هناك أكثر مما يمكنني حمله. هل تظنون أن أوليفيا يمكنها حمل كل شيء مرة واحدة ولا أنا؟ حسناً، شيء واحد متبقي. حان وقت تحمية العضلات، وقت تمرين الضغط. 1، 2، و3. حسناً، أظن أني مستعدة للرحلة. يا للهول، كم تسوقت هذا الصباح أوليفيا. أشعر بالأسف على يديك ومحفظتك. لحسن الحظ الراتب غداً. حسناً، بالأخير لقد نجحت. من سيغلق صندوق السيارة؟ يدي مشغولتان. أها، فعلتها، أحسنت يا فتاة. لا وقت للتعب، فعليك المشي كل المسافة للباب. يمكنك ذلك أوليفيا، نؤمن بك. حسناً، تقريباً بضع خطوات أخرى. اللعنة، سأركل الباب لأدخل. مرحباً، هل من أحد؟ لا أستطيع العبور من الباب حتى. واو، فعلتها. من سيرتب كل هذه الأغراض؟ ها؟ يبدو أن الذهاب للنادي الرياضي جاء بفائدة. إنه وقت العشاء، مما يعني أنه حان وقت تقطيع البصل، لكن لن تذرف أي دموع في هذا المطبخ. العلكة في فمي، والقناع على وجهي. ها، لا دموع حتى الآن. انتبه على أصابعك، ألا تزال عيناك جافتين يا ديفيد؟ ديفيد، صفر البصل واحد، لكن إليك نصيحة، لا تلمس عينيك بعد تقطيع البصل. أنا سعيد للغاية لأننا قررنا الخروج أخيراً، تبدين رائعة بالمناسبة. المعذرة، هل من الممكن أن أذهب إلى الحمام بسرعة؟ اشتقت إليها من الآن. أين الطعام؟ أخيراً، لا يمكنني تناول هذا الطبق بدون القليل من الفلفل الأسود. انتبه، أنت تعرف ما يفعله الفلفل الأسود. المعذرة، لقد عطست في سلطتي. هناك حل واحد فقط لهذه المشكلة، تبديل الأطباق. أوه، جيد، وصل الطعام. تبدو السلطة لذيذة. بالعافية. أنا إنسان فظيع. سأحضر شطيرتين بطريقة مميزة، وأعطيت كلينا شريحتي جبنة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لعمل ذلك. حسناً، كدت أن أنتهي. طبقة أخرى وانتهيت. هذه الطائرة على وشك الهبوط. أوه، تحفتي الفنية. أكره إهدار الطعام بهذا الشكل. أصبح كل شيء مغطى بالأوساخ الآن. هذه شعرة. ماذا؟ هذا مقزز للغاية يا ديفيد.
يجب أن آكل.